قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرائحة، حلقة جديدة ومتميزة بعنوان إيمان الكنيسة بقيامة الأموات. واخذ استضاف البرنامج عبر الهاتف كل من المطران يوسف متى رئيس أساقفة الروم الملكيين الكاثوليك في عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل، والأب حنا كلداني راعي كنيسة العذراء الناصرية في الصويفية، حيث تحدث المطران متى عن مؤتمر سينودوسي لأساقفة الكاثوليك، فيما تحدث الأب حنا كلداني عن العلاقات الدبلوماسية بين الكرسي الرسولي والأردن. فإلى هناك. بالنسبة لموضوع العلاقات الدبلوماسية ما بين الفاتيكان والأردن، نشأت عام 1994، لكن العلاقات كانت قائمة سابقا، علاقات المحبة والمودة وحتى التعاون كمان، من عام 1964 في زيارة قداسة البابا بولس السادس إلى الأردن وفلسطين، لما زار المغطس وزار جلالة الملك حسين الله يرحمه، وكان في استقباله جلالة الملك حسين. قام يعني بحياته تقريبا 5 زيارات مهمة للفاتيكان في حياته، وجلالة الملك عبد الله الثاني في علاقات طيبة مع الكرسي الرسولي الفاتيكان، تقريبا لحد الآن 6 زيارات قام فيها رسمية إلى الفاتيكان. وهذه العلاقات الطيبة طبعا في تعاون ثقافي اجتماعي ديني دولي، العلاقات الدبلوماسية الخارجية من سنة 94 ولحد 2024، فنحتفل ب30 عاما على تأسيس هذه العلاقات. على الرغم من أنها مقومات دولية زي الدول السياسية اللي بنعرفها، الفاتيكان لا يتمتع في هذه المقومات، المساحة الواسعة، نعم، والعاصمة والموانئ وكأي دولة، إلا أن يمثل علاقات دبلوماسية مع كل الدول، وفي نظرة سياسية لأنه قداسة الحبر الأعظم رأس الكنيسة، نعم، وفي نفس الوقت كرئيس دولة بالنسبة للدول حتى المش مسيحية، يعني يعامل كرئيس دولة. نعم. وهي من نتائج السياسات الفصل الدين عن الدولة بعد الحروب اللي صارت في العصور الوسطى وما بعد ذلك في أوروبا. نعم. فأصبح الفاتيكان يمثل العلاقات الدبلوماسية مع دول، وفي نفس الوقت هو رأس الكنيسة الكاثوليكية ويمثل المسيحيين. المرحلة الثانية بدأت سنة 1948 بإنشاء القصادة الرسولية بالقدس، وكان أول قائد رسولي بالقدس جوستاف تيستا، المطران جوستاف تيستا. وفي هذه الفترة أيضا القائد رسولي بالقدس أنشأ علاقات غير معلنة غير رسمية غير دبلوماسية مع الأردن. وفي فترة لاحقة في الأردن بالذات مثل السفارة البابوية أو المصالح التي كانت في الأردن نائب البطريركي في عمان المطران نحن السمعان، وفيما بعد أبونا رؤوف الاثنين الرؤوف. نعم. ومن الستينات والسبعينات القرن الماضي أعطي لهذا التمثيل شبه دور دبلوماسي غير رسمي نعم. والمرحلة الثالثة هي تتويج العلاقات القديمة والطيبة بين الفاتيكان والأردن. تمت المرحلة الثالثة سنة 1994 عندما انشأت العلاقات الدبلوماسية وتم تبادل السفراء. نعم. ولكن العلاقات قديمة جدا جدا ومهمة بين الأردن في عصر الإمارة وفي عصر الملك حسين قبل انشاء العلاقات الدبلوماسية. كيف ترى اهتمام الكرسي الرسولي أيضا بقضايا المنطقة هون، إن كان الأردن والأراضي المقدسة فلسطين وما يحدث من أحداث في غزة، فحرص قداسة البابا على أنه يسمع منكم ويشوف هذه الشهادات وينقلها سكرتير أو أمين سر الحاضر معنا المونسنيور جالاجر. نعم. فكيف ترى هذا الاهتمام البابوي في هذه المواضيع؟ طبعا أكيد هو اهتمام كبير جدا. حضوره في المملكة الأردنية الهاشمية، شاكرين طبعا لجلالة الملك
ولكل أعوانه في أنه يستقبل أمين سر الفاتيكان. نعم. ويطلع على أحوال المؤمنين، وأيضا هناك كان في نوع من تعاون معين، وهذا سنراه لاحقا في كيفية مساعدة أهلنا في غزة أو في الضفة الغربية من خلال المساعدات التي ستمر لاحقا عن طريق كاريتاس، عن طريق المملكة الأردنية الهاشمية، حتى تصل لمؤمنينا، وليس فقط لمؤمنينا وإنما لكل لبعض سكان طبعا غزة. نعم، جميل جدا حضوره ولقائه أيضا مع كل المؤسسات المسيحية هنا، لأجل أن يكون واضح أنه نحن ككنيسة مع الحياة، نرفض كل نوع من أنواع العنف، إن كان عنف الحرب، إن كان عنف القتل، إن كان عنف الكلام. وهذا ما عبر عنه في عدة رسائل وفي عدة مؤتمرات سكرتير الفاتيكان أمين سر الفاتيكان.